بسم الله الرحمن الرحيم، مكملين مع أسئلة الدرس الثامن للفصل الخامس. سؤال 32 بيقول لك: شعاع ضوء أصفر قدرته الكلية دي البي دبليو، وتردده ده النيو، ينعكس عن سطح فلز سوري ينعكس عن سطح، فإن عدد الفوتونات الكلية المنعكسة عن السطح في الثانية الواحدة. ركز معايا، أنا عندي الفايل اللي هي معدل سقوط الفوتونات أو معدل انعكاس الفوتونات، بفرض إن كل فوتون بيسقط بينعكس، يعني السطح عاكس مثالي بيساوي ال n على t. وبالتالي عندك لو التي بواحد ثانية فانت عندك الفاي ال هتساوي ال n كمقدار. انا عارف ان البي دبليو بتساوي اتش نيو فاي ال، وبالتالي هجيب الفاي ال هتساوي ال n اللي هي عدد الفوتونات المنبعثة في الثانية، وبالتالي الفاي ال بتساوي البي دبليو على اتش نيو بيساوي البي دبليو، قال لك ان هي بواحد والاتش بستة ستة اتنين خمسة في عشرة سالب تلاتة اربعة، في النيو بخمسة واتنين من عشرة في عشرة اس 14. هيطلع معاك يا عم انجبس، هيطلع معاك 2.9 من 10 في 10 اس 18. وبالتالي الاجابه تبقى دي. 33 شعاع ضوئي طاقة فوتوناته E سقط عموديا على سطح انعاكس، فإن مقدار التغير في كمية حركة الفوتون عند انعكاسه يساوي. هو هنا بيتكلم عن الفوتون الواحد، بيقول لك هنا مقدار التغير في كمية حركة الفوتون اللي هي الدلتا بي ال. احنا عارفين ان البي ال بتساوي الاي على السي، وبالتالي الدلتا بي ال لاحظ ان هو سقط في اتجاه وامتد في الاتجاه التاني، وكمية التحرك كمية متجهة، وبالتالي لما تيجي تجيب زي ما اثبتنا القانون، لما تيجي تجيب الدلتا بي ال فيطلع معاك هو طالع سالب ام سي وهو داخل ام سي، فيطلع معاك سالب 2 ام سي، ده مقدار واتجاه. هو هنا عايز مقدار فقط، وبالتالي هتبقى 2 بي ال اللي هي نفسها 2 اي على سي، وبالتالي الاجابه هتبقى 2 اي على سي اللي هي رقم ب. السؤال رقم 34 يحسب معدل انبعاث الفوتونات من مصدر ضوئي قدرته بي دبليو وتردد فوتونات نيو، ما علاقه احنا لسه كاتبينها، يعني مش محتاجه، لسه جايبينها من القانون ده، قلنا ان الفاي ال بتساوي البي دبليو على اتش نيو، يبقى انت عندك بي دبليو على اتش نيو اللي هي دي. السؤال اللي بعد كده 35، اي من الاشكال البيانيه التاليه يمثل علاقه بين القوه اف التي يؤثر بها شعاع ضوئي على سطح عند انعكاس الشعاع عن هذا السطح وقدره الشعاع بي دبليو؟ الاف بتساوي 2 بي دبليو على السي، وبالتالي الاف بتتناسب طرديا مع البي دبليو، وبالتالي الاجابه تبقى باء. السؤال رقم 36، مصدر ليزر قدرته 300 ملي وات عند طول موجي، فيكون عدد الفوتونات المنبعثة من هذا المصدر كل دقيقة التي بتساوي 1 دقيقة. البي دبليو بتساوي طاقة الفوتون الواحد في الفاي ال في معدل سقوط أو انعكاس الفوتونات، وبالتالي البي دبليو بتساوي طاقة الفوتون الواحد اللي هي اتش سي على لندا في الفاي ال. هتجيب الفاي ال ده بيساوي ان على التي، ان كابيتال او سمول مش هتفرق، هتعوض عن التي بواحد منت، وبالتالي هتقدر تجيب الان بس، وبالتالي ممكن نجيبها خطوه واحده او نجيبها على خطوتين. فاي ال بتساوي بي دبليو في لامدا على اتش سي بيساوي البي دبليو 300 ملي وات اللي هي في 10 اس سالب 3 في اللامدا 6 6 2 5 ده انجستروم هتضرب في 10 اس سالب 10، تقسم على الاتش اللي هو 6 و 6 2 5 في 10 اس سالب 3 4، تضرب في السي 3 في 10 اس 8. ممكن نجيبها ماشي، تعالى نجيبها خطوتين، سالب 3 وسالب 10 سالب 13 سالب 13 وتحت هنا تبقى سالب 21 في 8 سالب 8 ده هيديك سالب 22
وفوق سالب 13، سالب 22 تحت، وسالب 13 بسالب 9 تحت. ماشي، يبقى عندي هنا 300 في 6625 على 6 و625 في 3 في 10 أس سالب 9، هيطلع معاك 10 أس 14. وبالتالي ده 10 أس 14 فوتون لكل ثانية. بعد كده الفاي ال دي بتساوي ال ان على التي، وبالتالي ال ان بتساوي الفاي ال في التي، وبالتالي بتساوي 10 أس 14، التي دقيقة اللي هي 60، هيطلع معاك 6 في 10 أس 15. طبعا أكيد في التعويضات هنا عندي حاجة غلط، مش عارف. ماشي، ده في ده 10 أس 13، نختصر الموضوع أحسن. على ده في ده 10 أس 22، ثواني كده، 4، الله يروح الدماغ، خلاص 14 ناقص 8 6، 26. هي دي الغلطة، مش 22. انجز بقى، انزل تحت يا ربنا. تمام كده، وبالتالي يبقى دي 19، يبقى الإجابة تبقى دال. بعتذر عن العطل. السؤال رقم 37، سقط ضوء طوله الموجي لامدا على سطح فلز وكانت القدرة الساقطة دي البي دبليو. إذا علمت أن 1% فقط من الفوتونات الساقطة تحرر إلكترونات، فإن عدد الإلكترونات التي تتحرر من سطح الفلز في الثانية الواحدة. مفيش مشكلة. أنت عندك هنا هتجيب عدد الفوتونات الساقطة تضربهم في 1% هيديك عدد الإلكترونات المتحركة. بس. وبالتالي أنا عندي الفاي ال بتساوي إيه؟ لسه قايلين دلوقتي إن القانون ده فاي ال بتساوي بي دبليو في اللمدا على اتش في السي. وبالتالي بي دبليو لمدا على اتش في السي. ده معدل سقوط الفوتونات. كل او 1% من الفوتونات فقط هي اللي هتحرر الالكترونات، وبالتالي لو ضربنا ده في 1 من 100 هيطلع عندنا معدل تحرر الالكترونات في الثانيه، وهو هنا عايز عدد الالكترونات اللي هتتحرر من سطح الفلز في الثانيه الواحده، اللي هو هيديك نفس الرقم. وبالتالي هيطلع معاك 1 من 100 في البي دبليو ب 39.6 في اللمدا 6000 انجستروم اللي هي 6 في 10 اس سالب 7 على الاتش في السي. مش لازم كل شويه نكتبها بقى. يبقى انت عندك 1 من 100، يبقى ده 39.6 في 6 في 10 اس سالب 9 على 6.625 في 10. هيطلع معاك الرقم ده 1.2 في 10 اس 18. رقم ده تمانية وتلاتين، الرسم المقابل يوضح سطحين عاكسين اكس وواي سقط عليهما حزمتان من الأشعة الضوئية بترددين مختلفين ولكن بنفس القدرة، فأي من الأشكال التالية يمثل نسبة القوتين اللتين تؤثر بهما الحزمتين على السطح عند انعكاسهما؟ بيقول لك هنا إن أنت عندك دول سقطوا على السطحين بنفس القدرة، وإحنا عارفين إن الـ F بتساوي 2 بي دبليو على الـ C، طالما نفس القدرة يبقى نفس القوة بس، وبالتالي هتبقى رقم G. رقم 39، محطة إذاعة تبث على موجة ترددها ده النيو، فإن طاقة الفوتون الواحد المنبعث من هذه المحطة
هنا عندنا النيو بتساوي 92.4 ميجا هرتز، يعني تضرب في 10 الميجا 10 أس 6 هرتز. طاقة الفوتون الواحد الـ E بتساوي H نيو، وبالتالي 6.625 في 10 أس 3.4 في 9.24 في 10 أس 6 هيطلع معاك 6.625 في 9.24 في ده في ده هتنقص 6 هيديك 6.28، هيطلع معاك 6.12 في 10 أس 26 6.12 في 10 سالب 26 جول. بعد كده بيقول لك عدد الفوتونات المنبعثة في الثانية إذا كانت قدرة المحطة. قدرة المحطة اللي هي البي دبليو بتساوي 100 كيلو وات، وعايزين الفاي ال عدد الفوتونات لكل ثانية. طيب الفاي ال احنا لسه برضو قايلين ان البي دبليو بتساوي طاقة الفوتون الواحد اللي هي الاي في الفاي ال، وبالتالي الفاي ال بتساوي البي دبليو على الاي، وبالتالي بيساوي البي دبليو 100 كيلو اللي هي في 10 أس 3 على الاي اللي هي 6.12 في 10 أس سالب 26. هيطلع معاك 1.6 في 10 أس 30، أو زي ما هو عاملها 1.63 في 10 أس 30. وده بي وده جي. 40 حزمه من الاشعه قدرتها 100 كيلو وات تنعكس عن جسم كتلته، فان القوه التي تؤثر بها الحزمه على سطح الجسم تساوي، مالناش دعوه ايا كانت الكتله، كده كده القوه بتعتمد على البي دبليو. الاف بتساوي 2 بي دبليو على السي. لا يتاثر الجسم ده بسبب ان القوه هتبقى صغيره جدا، فالعجله اللي هيكتسبها تبقى صغيره جدا، وبالتالي مش هيتحرك، فالكتلة هنا هتأثر في العجلة مش هتأثر في الكوع. وبالتالي انت عندك هنا ال F بتساوي 2 في 100 كيلو وات اللي هي 10 أس 5 على C اللي هي 3 في 10 أس 8، هيطلع معاك 2 على 3 في 10 أس 3 اللي هي 6.67 في 10 أس 4 نيوتن. طبعا مقدار صغير جدا مش هيخلي الجسم يتحرك أصلا ولا يحصل له أي حاجة. الإجابة هتبقى رقم جي اللي هي 67% في 10 سالب 3. واحد واربعين حزمة من الأشعة الضوئية قدرتها البي دبليو تنعكس عن سطح منضدة، فإن القوة التي تؤثر بها حزمة الضوء على المنضدة، ما نفس الفكرة. الإف بتساوي 2 بي دبليو على السي، يبقى 2 في 4000 ب 8000 على 3 في 10 أس 8، هيطلع معاك 2.67 في 10 سالب 5. 42 إحدى الخصائص أو الخواص التالية لا تنطبق على الإلكترون. الإلكترون بيقول لك ليه له طبيعة موجية أثناء تحركه، ده بتنطبق. له خصائص جسيمية أكيد يعني جسم. الطول الموجي المصاحب له يزداد بزيادة سرعته، اللمدة بتساوي الـ H على الـ M في الـ V، وبالتالي بزيادة السرعة ده بيقل، وبالتالي ده غلط. تزداد طاقة حركته بزيادة سرعته، طبعا ده صح، وبالتالي الإجابة هنا اللي لا ينطبق هو رقم جي. السؤال اللي بعد كده 43، إذا كانت كتلة جسيم متحرك M وطول الموجة المادية المصاحبة لحركته لامدا، فإن سرعة الجسيم تحسب من العلاقة السرعة الـ V بتساوي الـ H من العلاقة دي على الـ M الإلكترون في اللامدا، وبالتالي V H على الـ M في اللامدا صح. 44 عند تسليط حزمة من الإلكترونات شكل مزدوج كما بالشكل تظهر على الشاشة الفروسية، طبعا لما تسقط حزمة من الإلكترونات هتحيط، وبعد كده تتداخل الموجات المصاحبة لحركة الإلكترونات، وهتظهر هنا هدب تداخل، هدب مضيئة دي الهدبة المركزية، بعد كده هدب مظلمة، بعد كده بتقل الشدة وهكذا.
وهكذا، هدب مضيئة هدب مظلمة، وبالتالي بقعة واحدة مضيئة عند المنتصف، بقعتان عدة بقع مضيئة أخرى معتمة صح، بقعة مركزية مظلمة حولها دائرة مضيئة غلط، وبالتالي الإجابة تبقى جيم. 45 الشكل البيان المقابل يمثل العلاقة بين طول موجة دبراولي المصاحبة لحركة جسيم لامدا مقلوب سرعة هذا الجسيم 1 على في، فإن كتلة هذا الجسيم تساوي، لسه كاتبين العلاقة إن ال H بتساوي اللامدا قصدي بتساوي ال H على V في 1 على، أو خليها H على M في 1 على V. لما ترسم العلاقة بين اللامدا والواحد على V دي علاقة خط مستقيم زي ما أنت شايف كده، وبيبقى منقط من تحت. طيب الميل بتاعك بيساوي إيه؟ الميل بتاعك بيساوي اللامدا على 1 على 1 على V، لامدا على 1 على V كده، وبالتالي لامدا على 1 على V هيديك ال H على ال M، وبالتالي لما تجيب الميل هتساوي بالرقم ده هتقدر تجيب ال M. طيب نجيب الميل ازاي؟ خد اي نقطة لانك بادئ من الصفر، وبالتالي هتبقى 2 في 10 أس سالب 20 على 1 في 10 أس سالب 5، وبالتالي هنا الميل اللي هو بيساوي ال H على ال M بيساوي 2 في 10 سالب 20 على 1 في 10 أس سالب 5، ده هيطلع معاك 2 في 10 أس سالب 15، وبالتالي ال M بتساوي ال H على الميل اللي هو 2 في 10 سالب 15 بيساوي 6 و6 2 5 في 10 سالب 3 4 على 2 في 10 سالب 15، فهيطلع معاك تلاتة وتلاتة من عشرة في عشرة أس سالب 19. السؤال اللي بعد كده 46، يتحرك بروتون وإلكترون بحيث تصاحب حركتيهما موجتان لهما نفس الطول الموجي، فتكون علما بأن كتلة البروتون أكبر من كتلة الإلكترون. ركز معايا، أنا عارف إن اللمدة بتساوي الـ H على الـ M في الـ V. بيقول لك هنا بروتون والالكترون لهما نفس الطول الموجي، اللامدا لو متساوي والاتش متساوي، فانت عندك هنا الام في الفي متساوي، وبالتالي الام في الفي اللي هي البي ال يعني كميه التحرك متساوي. طيب عندك كتله البروتون اكبر من كتله الالكترون، وعندك هنا طالما ان الاثنين دول مختلفين يبقى الام والفي بيتناسبوا عكسهم مع بعض، وبالتالي الام بروتون اكبر من ام الكترون، يبقى الفي بتاعت البروتون تبقى اقل من الفي بتاعت الالكترون. وبالتالي يقول لك ان طاقه حركه الالكترون، تعال نشوف الاول السرعه، بيقول لك ان سرعه الالكترون اكبر من سرعه البروتون، دي صح، وبالتالي الاجابه تبقى جيم. طيب الباقي ليه غلط؟ هنا بيقول لك طاقه حركه الالكترون اقل من طاقه حركه البروتون، كميه حركه البروتون اكبر من كميه حركه البروتون، احنا قلنا هنا ان الاثنين متساويين، طيب طاقه الحركه بتاعت انه اكبر؟ تعال نكتب القانون ده هنا، انت عندك البي في ال او البي ال بتساوي الام في الفي، ايه علاقه كميه التحرك بطاقه الحركه؟ طاقه الحركه اللي هي الكينيتيك انرجي بتساوي نص ام في تربيع، وبالتالي العلاقه بين كميه التحرك وطاقه الحركه دي نص ام في هتاخدها تبقى بي ال، وبالتالي هتبقى بي ال في. الاثنين لهم نفس كميه التحرك وده ثابت، وبما ان الفي بتاعت الالكترون اكبر من الفي بتاعت البروتون، وبالتالي هيبقى طاقه حركه الالكترون هي اللي اكبر من البروتون، وبالتالي ده غلط. طبعا كميه التحرك قلنا وسرعه البروتون غلط. رقم 47، الالكترون كتلته ام اي يتحرك بسرعه في، والطول الموجي للموجه المصاحبه لحركته لامدا، فاذا قل سرعه الالكترون الى في على الاثنين فان الطول الموجي للموجه المصاحبه لحركته تثبت لامدا بتساوي الاتش على الام في الفي. في علاقة عكسية ما بين اللمدة والفي، هو هنا بيقول لك إذا قل سرعة الإلكترون إلى في على الاتنين ده قلل النصف فده هيزيد للضعف، وبالتالي هيبقى 2 لمدة. 48، إذا كان طول موجة دبراولي المصاحبة لحركة جسيم كتلته إم هو لمدة، فإن طاقة الحركة للجسيم تساوي، لسه قايلينها دلوقتي، بيقول لك هنا طول موجة دبراولي لمدة بتساوي اتش على الإم في. طاقة الحركة للجسيم تساوي،
طاقة الحركة اللي هي كينيتيك انرجي بتساوي نص في الام، هو هنا عاملها لك بام وفيها اتش تربيع والكلام من ده، وبالتالي نص ام في تربيع. طيب نجيب الفي في طرف لوحدها ونربحها، تبقى الفي بتساوي اتش على الام في اللمدة، وبالتالي اتش تربيع على ام تربيع لمدة تربيع، تلاقي الام بتروح مع التربيع، وبالتالي ده هيطلع معاك نص اتش تربيع على ام لمدة تربيع، وبالتالي اتش تربيع على 2 ام لمدة تربيع، اتش تربيع على 2 ام لمدة تربيع اللي هي رقم دال. سؤال 49 بيقول لك سقط ضوء طوله الموجي او طول موجته 4500 انجستروم على سطح فلز، فانبعث من سطح الكترونات درجة حركتها القصوى 2 الكترون فولت، فان يبقى ده الكينيتيك انرجي وده اللمدة. درجة الشغل لسطح الفلز بتساوي، عندك هنا اللمدة بتساوي 4500 انجستروم، والكينيتيك انرجي بتساوي 2 الكترون فولت، وعايزين ال اي دبليو. ال اي دبليو بتساوي ال اي ناقص كينيتيك انرجي، اعطيك اللمدة، وبالتالي هتعوض في قانون ال اي بداية اللمدة اللي هو اتش سي على لمدة ناقص الكينيتيك انرجي، اعطاها لك هنا بالالكترون فولت، فانت هتحولها او خليها زي ما هي دلوقتي، هيساوي ده 6 و 6 2 5 في 10 اس سالب 3 4 في 3 في 10 اس 8 على اللمدة اللي هي 4500 في 10 اس سالب 10 ناقص كينيتيك انرجي ب 2 الكترون فولت هتضرب في شحنة الالكترون، هيطلع معاك واحد و اتنين اتنين في عشرة سالب 19. بعد كده الطول الموجي للموجة المصاحبة لحركة أسرع الإلكترونات الكهروضوئية المنبعثة من سطح الفلز يساوي، عايزين هنا نجيب اللمدة، نجيب اللمدة، لاحظ هنا إن اللمدة ده اللي هو الطول الموجي المصاحب لحركة أسرع الإلكترونات، وده اللمدة بتاع الفوتون الساقط. احنا عارفين ان اللمدة بتساوي اتش على ام الكترون في الفي، هو انا اعطيك الكينيتيك انرجي، وانت عارف ان في علاقه بين الكينيتيك انرجي والام والفي. احنا كنا جبناها قبل كده، قلنا الكينيتيك انرجي بتساوي نص سوري ده تربيع نص بي ال في الفي. طبعا انت هنا ما عندكش الفي، فانت ما تقدرش تشيل الام اي في الفي وتحط مكانها 2 كينيتيك انرجي على الفي، فانت في الحالتين هيبقى عندك لسه برضه الفي. طب اعمل ايه؟ المفروض ان انت هتشيل الفي من هنا وتعوض عنها بدايه الكينيتيك انرجي، فهتلاقي ان المعادله بتاعتك اتبسطت، يعني هنا الفي بتساوي الجذر التربيعي ل 2 كينيتيك انرجي في سوري على الام اي. بعد كده لما تشيل في من هنا وتحط مكانها ده، هيطلع معاك ان البي ال بتساوي الجذر التربيعي لاتنين ام اي كينيتيك انرجي، وبالتالي الام اي في الفي هي نفسها دي، ده لما تجيبه مكان الفي، الام اي اللي هتدخل جوه تربيع هتروح واحده تربيع هتروح مع الام اي، فهيتفضل عندك ده، وبالتالي اللمدة بتساوي 6 و 6 2 5 في 10 سالب 3 4 على جذر 2 في 9.1 من 10 في 10 سالب 31 في كينيتيك انرجي اللي هي 2، طبعا دي الكترون فولت هتضرب في شحنة الالكترون، هيطلع معاك الحمد لله الحمد لله.
برد فظيع. هيطلع معاك 8 و 68 من 100 في 10 قسمنا ب 10، أو 8 و7 من 10 في 10 قسمنا ب 10 زي هو معمول هنا. هتبقى دي ودي. رقم 50، جسمان اكس وواي كتلتيهما ام و2 ام وسرعتيهما في و4 في على الترتيب. اذا كان الطول الموجي للموجه المصاحبه لحركه الجسم اكس هو لامدا، فان الطول الموجي للموجه المصاحبه لحركه الجسم واي يساوي. عندك هنا اعطيك معلومات عن الجسمين اكس وواي كتلتيهما وسرعتيهما، واعطيك او هو طالب الطول الموجي المصاحب لحركه الجسم واي بدلاله الطول الموجي المصاحب لحركه الجسم اكس. طبعا اول حاجه هتفكر فيها ان انت هتكتب القانون بتاع الطول الموجي المصاحب لحركه الجسم، اللمدا بتساوي اتش على ام في الفي. اعطيك علاقه بين الكتل او اعطيك الكتل والسرعات، وبالتالي اللمدا تتناسب عكسها مع الام في الفي، وبالتالي اللمدا اللي هو عيسى اللي هي اللمدا واي على اللمدا اكس بتساوي ام اكس في اكس لان تناسب عكسي على ام واي في واي. بس نيجي بعد كده اللمدا واي، اللمدا اكس قايل لك ان هي بلمدا، الام اكس بام، الفي اكس بفي على الام واي ب2 ام والفي واي ب4 في. تلاقي ان ده بيروح مع ده وده بيروح مع ده، هيطلع معاك 1 على 8، وبالتالي لمدا واي بتساوي لمدا على 8. السؤال رقم 51، بروتون والجسيم الفا يتحركان بنفس السرعه، يبقى انت عندك الفي متساويه. فاذا علمت ان كتله جسيم الفا تساوي 4 امثال كتله البروتون، كتله جسيم الفا ام الفا بتساوي 4 ام بروتون، فان النسبه بين الطول الموجي للموجه المصاحبه لحركتيهما نفس الكلام، انت عندك هنا نفس السرعه والام هي اللي مختلفه، وبالتالي علاقه عكسيه ما بين اللمدا والام، وبالتالي انت عندك من هنا اللمدا بتتناسب عكسيا مع الام، يبقى انت عندك اللمدا بروتون على اللمدا الفا بيساوي ام الفا على الام بروتون، هيساوي الام الفا ب4 ام بروتون على ام بروتون، ده يروح مع ده هيطلع معاك 4. 52، كرة كتلتها 140 جرام تتحرك بسرعة، فإن الطول الموجي المصاحب لحركتها تحول على طول في المعادلة بتاعت دي براولي، اللمدا بتساوي اتش على ام في الفي بتساوي 6 و6 2 5 في 10 سالب 3 4، الام ب 140 جرام تحولها من جرام لكيلو جرام تضرب في 10 سالب 3 والسرعة ب 40، اطلع معايا هيطلع معاك 1 و18 من 100 في 10 سالب 34. طبعا ده لمدة متر. بعد كده اذا تخيلنا الكترون يتحرك بنفس السرعة، فان الطول الموجي المصاحب لحركة الالكترون هو، بيقول لك هنا لو تخيلنا الالكترون يتحرك بنفس السرعه، يبقى انت عندك هنا الفيو متساوي، ولكن كتله الالكترون مختلفه عن الكتله بتاعت الكره، عايزين طول الموجه المصاحب. طبعا لو انت عندك الفيو متساويه وبالتالي اللمدا بيتناسب عكسيا مع الام، وبالتالي اللمدا بتاعت الالكترون على اللمدا اللي احنا لسه جايبينها دي
بيساوي الام بتاعت الجسم على الام بتاعت الالكترون بس. فبالتالي اللمضة بتاعت الالكترون بتساوي اللمضة اللي هو الرقم ده الام 140 في 10^3 على الام بتاعت البروتون سوري الالكترون اللي هي 9^1 في 10^31. هيطلع معاك 1.8 في 10^5 أو 1.82 في 10^5. السؤال رقم 53، تتحرك حشرة بسرعة، فإذا كان الطول الموجي للموجة المصاحبة لحركة الحشرة فإن كتلة هذه الحشرة، نفس الكلام اتعود في المعادلة. اضيك هنا الفي بتساوي 12 متر على الثانية، اعطيك اللمضة بتساوي 5.5 في 10^30، وعايزين الام. اللمضة بتساوي الاتش على الام في الفي، وبالتالي الام بتساوي الاتش على الفي في اللمضة بتساوي، على طول نعوض على طول، الفي ب12 في اللمضة 5.5 في 10 بس سالب 30، هيطلع معاك ان كتلة الحشرة ب10^5 كيلوغرام. السؤال اللي بعد كده 54، الشكل البياني المقابل يمثل علاقة بين الطول الموجي لامدا المصاحب لحركة جسيم ومقلوب كمية الحركة الخطية 1 على البي ال للجسيم، فإن قيمة ثابت بلانك. طيب لسه الحمد لله لسه كاتبين دلوقتي العلاقة دي، اللامدا بتساوي اتش على الام في الفي، والام في الفي اللي هي بي ال، وبالتالي اللامدا بتساوي اتش في 1 على البي ال. بترسم العلاقة بين اللمضة والواحد على البي ال، تبقى معاك خط مستقيم زي ما انت عامل كده. طبعا الاسلوب اللي عندك طالما انت بادئ من الصفر وصفر هي نفسها اللمضة على واحد على البي ال، اللي هي نفسها اللمضة في البي ال اللي هي نفسها الاتش بس. وبالتالي هجيب هنا الميل، خد اي نقطة، النقطة دي عبارة عن 30.3 و2، متنساش ان ده بالانجستروم وده مضروب في 10^22. وبالتالي الاسلوب اللي هو الاتش بيساوي الصاد اللي هو 2 وده بالانجستروم هتبقى في 10^10 على 30.3، ما تنساش تضرب في 10^22، هيطلع معاك ستة وستة من عشرة في 10^34. السؤال اللي بعد كده 55، مقدار السرعة التي يتحرك بها الإلكترون لكي تساهم حركته موجة طولها 1 أنجستروم، هتعوض في المعادلة، عايزين ال V، وعندك هنا ده اللمضة، عايز ال V تجيبها في طرف لوحدها تساوي ال H على اللمضة في الام. في بتساوي الاتش على اللمضة في الام، طبعا الاتش زي ما هي، هو هنا عاوز الطول الموجي يساوي 1 أنجستروم، يبقى ده 10^10 في الام بتاعت الالكترون. هيطلع معاك
27 من 100 في 10 في 6. السؤال اللي بعد كده رقم 56. جسم كتلته 10 كيلوجرام يتحرك بسرعة 5 متر على الثانية، فإن الطول الموجي للموجة المصاحبة لحركته يساوي. يعني أنا مش فاهم، ما نفس الفكرة يعني، نوح. طيب هتعوض برضه في نفس القانون. اللمدة بتساوي ال H على ال M في ال V. 6 و6 × 5 × 10 سالب 3 × 4، هديك هنا الكتلة ب10 وال V ب5، هيطلع معاك 1 325 × 10 سالب 35. بعد كده النسبة بين الطول الموجي المصاحب له وبين الطول الموجي المصاحب للإلكترون إذا افترضنا أنه متحركا بنفس السرعة. نفس الفكرة لسه عاملها من شوية، الـ M اللمدة بتتناسب عكسيا مع الـ M. لما تكون الـ V ثابتة فاللمدة تتناسب عكسيا مع الـ M. يبقى اللمدة بتاعت الإلكترون على اللمدة، هو عاوز المصاحب له الأول، ماشي. اللمدة بتاعت الجسم ده على اللمدة بتاعت الإلكترون بتساوي الـ M بتاعت الإلكترون على الـ M بتاعت الجسم، بيساوي 9 ⅓ × 10⁻³ على الام بتاعت الجسم ده اللي هي ب10 كيلو جرام، هيطلع معاك 9 ⅓ × 10⁻³. السؤال اللي بعد كده رقم 57. ضوء طوله الموجي وقدرة حزم ما منه تنعكس عن سطح معين، فإن كمية تحرك فوتون هذا الضوء يساوي. وهنا أعطيك اللمدة بتساوي 8 × 10⁻⁷ متر، وأعطيك إن البي دبليو بتساوي 200 واط، وعايزين كمية التحرك اللي هي البي ال. البي ال بتساوي الاتش على اللمدة. بتساوي اتعوض هنا على طول ال H 6 و6 × 5 × 10⁻³، واللمدة 8 × 10⁻⁷. هيطلع معاك 8 و28 من 100 × 10⁸. سؤال رقم 2. القوة التي تؤثر بها الحزمة على هذا السطح، ال F بتساوي 2 بي دبليو على ال C، بتساوي على طول 2 في الرقم ده على ال C اللي هي 3 × 10⁸. واحد 33 من 100 × 10⁶. (58) بفرض أنه تم التأثير على بعض الجسيمات الافتراضية التي لها نفس نوع ومقدار الشحنة بنفس فرق الجهد، ويوضح الجدول كتل هذه الجسيمات تكون النسبة من طاقة الحركة التي تكتسبها هذه الجسيمات هي. قانون طاقة الحركة (كينيتيك إنرجي) بتساوي الكيو في الفي. الكيو اللي هي الشحنة بتاعت الجسم، والفي اللي هي فرق الجهد اللي بيتعجل بيه. طبعا بالنسبة للإلكترون بدل الكيو بتبقى إي، لأن شحنة الإلكترون هي الإي. فهو ده القانون الأساسي. هو هنا بيقول لك لها نفس نوع ومقدار الشحنة، وبالتالي الكيو ثابتة ليهم، وإي بيتعجلوا بنفس فرق الجهد، وبالتالي هيبقى نفس الكينيتيك إنرجي، وبالتالي هيبقى هنا 1 إلى 1 إلى 1. رقم 2 بيقول لك الجسيمان اللذان تكون النسبة بين سرعتيهما 1 إلى 3، والنسبة بين الطول الموجي المصاحب لهما هما على الترتيب. ماشي ممتاز، ماشي. انت عايز الجسمين اللي النسبة بين سرعتيهما 1 إلى 3، وبعد كده النسبة بين الطول الموجي المصاحب لحركتيهما. طيب ركز معايا هنا، احنا هنا عندنا كينيتيك انرجي متساوية،
عايزين بقى نجيب النسبة بين سرعتيهما. طيب الكينيتيك انرجي بتساوي نص ام في تربيع. طالما ان انت عندك كينيتيك انرجي متساوية وبالتالي النسبة او الام والفي تربيع بتناسب عكسيا مع بعض، وبالتالي انا عندي هنا الفي تربيع بتناسب عكسيا مع الام، او ان الفي بتناسب عكسيا مع جذر الام. وبالتالي هنقارن ما بين الاجسام الثلاثة في اي الى في بي الى في سي بتساوي واحد على جذر الام اي. طبعا هتلاحظ ان كلهم مضروبين في 10 اس سالب 31، وبالتالي مش لازم يعني كده كده جذر ال 10 اس سالب 31 هتروح، وبالتالي هنا يبقى جذر التلاتة الى واحد على جذر 27 الى واحد على جذر 81، فده يساوي ده جذر تلاتة زي ما هو الى ده. اما تعمل ده بالآلة الحاسبة تبقى جذر تلاتة في تسعة هيطلع معاك واحد على تلاتة جذر تلاتة الى واحد على جذر 81 اللي هي تسعة، تسعة اللي هي تلاتة جذر تلاتة في جذر تلاتة. وبالتالي هتلاقي ان ده بيروح مع ده بيروح مع ده، فيطلع معاك هنا واحد الى واحد على تلاتة الى واحد على تلاتة جذر تلاتة. طبعا احنا هنا عايزين الجسمين اللذان تكون النسبة بين سرعتهما تلاتة الى واحد، فهتبص تلاقي ان هما الجسمين دول لما تضرب المعادلة دي كلها في تلاتة فهتطلع معاك هنا تلاتة الى واحد، وبالتالي في اي على الفي بي بتساوي تلاتة الى واحد، يبقى الاي والبي. طبعا هو هنا انهي واحدة اللي فيهم اللي صح؟ هي دي النسبة بين الطول الموج المصاحب لهما، لا النسبة بين سرعتيهما تلاتة الى واحد. بعد كده عايزين النسبة بين الطول الموجي المصاحب لهما اللي هو اللامدا يعني. تعال نجيبها في الناحية التانية. يبقى احنا دلوقتي قلنا ان الفي اي الى الفي بي بتساوي تلاتة الى واحد. بعد كده عايزين نجيب العلاقة بين اللامدا، اللامدا بتساوي الاتش على ام في الفي. لسه قايلين دلوقتي من شوية ان احنا ممكن نشيل ام في الفي ونحط مكانها جذر 2 ام كينيتيك انرجي، وبالتالي ده ثابت وعندك الكينيتيك انرجي متساوية وده ثابت، وبالتالي اللامدا بتتناسب عكسها مع جذر الام. وبالتالي هي نفسها، طالما ان احنا لسه جايبين دلوقتي احنا قلنا ان الفي بتتناسب عكسيا مع جذر الام، فطلع معانا ان الفي اي الى الفي بي بتساوي واحد الى التلاتة. لامدا لما تتناسب عكسيا مع جذر الام يبقى اللامدا اي الى اللامدا بي بتساوي برضو واحد الى التلاتة، وبالتالي تبقى بي. وبالتالي صح. لو انت عوضت من الارقام اللي هو عطاها لك هتطلع معاك صح. البرد ده حاجة فظيعة. 59 اذا تم تعجين الكترون ساكن تحت تأثير فرق جهد 2500 فولت فكم تكون اقصر سرعة له؟ طبعا كينيتيك انرجي بتساوي الاي في الفي بتساوي نص ام الكترون في تربيع. وبالتالي لما تيجي تجيب الفي هتطلع معاك تضرب 2 في ده وتقسم على ام اي، وبالتالي هتطلع معاك جذر 2 اي في على ام اي بيساوي. هيطلع معاك 2.96% في 10 أس 7 أو تقريبا 3 في 10 أس 7، المفروض يقولك تقريبا يعني.
20 60 تسلسل النتائج التي تحدث في الميكروسكوب الإلكتروني عند زيادة فرق الجهد بين المصعد والمهبط. لما تزود فرق الجهد الكينيتيك انرجي بتزيد والسرعة بتزيد، و السرعة لما تزيد اللمدة بتقل، وكذلك التكبيل بيزيد. يبقى هنا طاقة حركة الإلكترونات تزداد، طول الموج المصاحب للإلكترون يقل، القدرة التحليلية للميكروسكوب تزداد. يبقى تزداد يقل تزداد. 61 الشكل المقابل يمثل العلاقة بين مربع سرعة الإلكترونات المنبعثة في أنبوبة أشعة الكاثود وفرق الجهد في بين المصعد والمهبط، فيكون طول الموجة المصاحبة لحركة الإلكترونات عندما يكون جهد المصعد 700 فولت. هو مش عارف، أنا حاسس إن أنا بحل الأسئلة دي تاني. عندنا هنا الميل بيساوي في تربيع في 10 أس 13 لأنك بدأ من الصفر على الفي. طبعا ده في اللي هي السرعة، وده الفي اللي هو فرق الجهد. فانت هنا بيقول لك احنا عايزين طول الموجة المصاحبة لحركة الإلكترونات عندما يكون جهد المصعد 700 فولت. فانت هنا لما يكون جهد المصعد 700 فولت هتجيب سرعة الإلكترون، لأن الميل لو انت خدت أي نقطة هيديك نفس الحل. يعني هنا عند 700 هتلاقي ان انت عندك الفي تربيع بتساوي 24.5 في 10 اس 13، وبالتالي منها تجيب الفي اللي هي السرعة. جبت السرعة تقدر تجيب اللمدة بس. وبالتالي احنا هنا عند 700 لما الفي يساوي 700 فولت هنيجي من الرسمة هنلاقي ان الفي تربيع بيساوي 24.5 في 10 اس 13 متر على الثانية الكل سكوير. وبالتالي الفي بتساوي جذر التربيع الكلام ده واحنا عارفين ان اللمدة بتساوي الاتش على ام الالكترون في الفي. هيطلع معاك 4.65% في 10 أس 11. السؤال رقم 62 إذا استخدم ميكروسكوب إلكتروني لفحص الجسيم مرتين، في المرة الأولى استخدم فرق جهد 16 كيلو فولت وفي المرة الثانية 25 كيلو فولت، فإن النسبة بين أقصى سرعة للإلكترون في ماكس 1 على في ماكس 2 تساوي. لسه قايلينها دلوقتي. لسه قايلين ان الكينيتيك انرجي بتساوي الاي في الفي بتساوي نص ام الكترون في تربيع، وبالتالي في علاقه ما بين الفي تربيع والفي لان ده ثابت وده ثابت، وبالتالي الفي بتتناسب طرديا مع جذر الفي كابيتال. هو هنا عايز الفي واحد، احنا عارفين ان هي اقصى سرعه، على الفي اتنين هتساوي الجذر التربيعي للفي واحد على الفي اتنين بيساوي الجذر التربيعي. اول مره 16 وتاني مرة 25، جذر 16 بـ 4 جذر 25 بـ 5. إذا زادت طاقة حركة جسيم إلى 16 مرة تكون نسبة التجارب في الطول الموجي لدي براولي بيقول لك هنا إذا زادت طاقة حركة جسيم إلى 16 مرة كينيتيك انرجي 2 بتساوي 16 كينيتيك انرجي 1، تكون نسبة التغير في الطول الموجي لدي براولي. نسبة التغير أول حاجة إن التغير دلتا لمدا، نسبة التغير دلتا لمدا على لمدا 1 تضرب في 100% زي ما قلنا قبل كده أكتر من مرة نسبة التغير. فاحنا هنا عايزين نجيب اللمدا 2 نطرح منها لمدا 1 ونقسمها على لمدا 1 نضربها في 100%. طب نعمل ايه؟ طبعا هنا اللمدة لازم تبقى عارف ان هي بتساوي اتش على الام في الفي، وقلنا ان في علاقة بين الفي
وما بين الكينيتيك انرجي، لو انت عوضت كينيتيك انرجي بتساوي نص ام في تربيع، تجيب الفي في طرف لوحدها تطلع معاك كذا تربيع الاتنين كينيتيك انرجي على الام. بعد كده لما تعوض هنا هيطلع معاك ان اللامدا بتساوي اتش على جذر 2 ام كينيتيك انرجي. فانت هنا لما يقول لك زائد طاقة حركة جسيم يبقى نفس الجسيم، يبقى الام ثابتة والاتنين طبعا دي ثابت، وبالتالي هتلاقي ان اللامدا بتتناسب عكسيا مع جذر الكينيتيك انرجي، وبالتالي اللامدا 2 على اللامدا 1 بتساوي الجذر التربيعي كينيتيك انرجي 1 على كينيتيك انرجي 2 بيساوي كينيتيك انرجي 1 زي ما هي، كينيتيك انرجي 2 بتساوي 16 كينيتيك انرجي 1، تلاقي ان ده بيروح مع ده، جذر الواحد بواحد، جذر 16 بأربعة، وبالتالي اللمدة 2 بتساوي لمدة 1 على الأربعة. نيجي بعد كده نعوض في القانون ده، لمدة 2 اللي هي لمدة 1 على الأربعة ناقص لمدة 1 اللي هي دلتا لمدة على لمدة 1 في 100%، هتلاقي إن ده بيروح مع ده بيروح مع ده، ربع ناقص 1 على 1 هيطلع معاك سالب في 100% سالب 75%. طبعا السالب دي معناها ان طول الموجة قل، وال 75% هي التغير، وبالتالي هنا المفروض مقدار نسبة التغير ما يقولكش نسبة التغير خلاص، لان نسبة التغير هتبقى فيها سالب. السؤال 64، اذا تم تعجيل الالكترونات بالميكروسكوب الالكتروني مره تحت فرق جهد 25 ومره اخرى تحت فرق جهد، فان طول الموجة المصاحب لحركة الالكترونات. ركز معايا، احنا قلنا ان اللمدة بتساوي الاتش على جذر 2 ام ام كينيتيك انرجي، والكينيتيك انرجي احنا عارفين ان هي بتساوي الاي في الفي، وبالتالي برضو لما تعوض على الكينيتيك انرجي بالاي في الفي هتلاقي ان اللمدة بتتناسب عكسيا مع جذر الفي. بس وبالتالي لمدة 2 على لمدة 1 بتساوي الجذر التربيعي في 1 على في 2 بتساوي، عندك الفي 1 ب25 والفي 2 ب6 وربع، هيطلع معاك 25 على 6 وربع ده 12 ونص 4، جذر ال 4 هيديك 2، وبالتالي اللمدة 2 بتساوي 2 لمدة 1، وبالتالي يزداد للضعف. 65، الشكل المقابل يوضح جسمين اكس وواي مختلفين في الكتلة وطاقة الحركة، فأي من الأشكال التالية يمكن أن يمثل نسب الطول الموجي للموجة المادية المصاحبة لحركة الجسمين؟ نفس الكلام اتعوض في المعادلة دي، أنت عندك هنا الكتلة مختلفة وكذلك الكينيتيك انرجي، وبالتالي اللمدة تتناسب عكسيا مع جذر الام في الكينيتيك انرجي، وبالتالي لامدا اكس على لامدا واي بتساوي الجذر التربيعي ام واي كينيتيك انرجي واي على ام اكس كينيتيك انرجي اكس. الام واي ب2 ام في كينيتيك انرجي واي 8 كينيتيك انرجي، الام اكس بام والكينيتيك انرجي اكس بكينيتيك انرجي، تلاقي ان ده بيروح مع ده وده بيروح مع ده، جذر 16 ب4، وبالتالي اللمدة اكس بتساوي 4 لمدة واي، يبقى اللمدة اكس هي الأكبر وبتساوي 4 من اللمدة واي. 66، إذا كان أو كانت أقل مسافة يمكن الإصدار بمجهر إلكتروني فإن أقصى سرعة للإلكترونات المستخدمة تساوي جهد المصعد. احنا عندنا هنا اللمدة بتساوي 1 انجستروم، واحنا عارفين ان اللمدة بتساوي الاتش على الام في الفي، وبالتالي لو انا عايز اجيب الفي اقصى سرعة للالكترونات المستخدمة تساوي، فالفي هتساوي الاتش على الام في اللمدة بيساوي، كتلة الالكترون في اللمدة هيطلع معاك 7.28 من 100 في 10 للسالب،
جهد المصعد يساوي جهد المصعد ال E في ال V بتساوي نص M الكترون في تربيع، وكنت ممكن تجيبها من المعادلة دي مش هتفرق. المهم إن ال V بتساوي نص في 9.1 في 10 أس 31 في 27% في 10 أس 6 تربيع مقسوم على شحنة الإلكترون اللي هي 1.6 في 10 سالب 19. هيطلع معاك 150 و 72% او 151 تقريبا. سبعة وستين في أنبوبة أشعة الكاثود التي يكون جهد تعجيلها يكون أقل طول موج مصاحب للشعاع الإلكتروني المنبعث هو، يعني نفس الكلام يعني مش عارف والله، احنا لسه قايلين دلوقتي ان اللمضة بتساوي اتش على الجذر التربيعي لاتنين ام كاينتيك انرجي اللي هي اتنين ام في الاي في الفي بس، والام هنا هي كتلة الالكترون. واحد وسبعة أربعة في 10 أس سالب 11 68 إذا استخدم فرق جهد 500 بين الأنود والكاثود للميكروسكوب الإلكتروني فإن طول موجة دي براولي المصاحبة للشعاع الإلكتروني نفس الكلام. يعني أنا مش فاهم، أنت دلوقتي بدأت تتكرر بطريقة بشعة خلاص، يعني معروفة احنا لسه قايلين اهوت اللمضة بتساوي ال H على الجذر التربيعي لاتنين E V M بس، ما لسه نفس القانون، يعني ايه الفكرة ما بين ده وده؟ هتشيل ال 5000 دي وتحط مكانها 500 هيطلع معاك 5.49% في 10 أس 11 69 عند تعرض الكترون في متر الكتروني لفرق جهد مقداره فان سرعته عند التصادم مع المصعد، وبعد كده الطول الموجي. تعال نجيب الطول الموجي الاول، الطول الموجي هتخليها 20 كيلو، يعني ده 3 والخمسة 3 تبقى 20 بس، هيطلع معاك 8.68 في 10 سالب 12 اللي هو ده. من القانون ده. المهم احنا دلوقتي عاوزين السرعة، قلنا ان الفي بتساوي الجذر التربيعي لاتنين اي في على الام اي بيساوي، ده من القانون، نص ام الكترون في تربيع بتساوي اي في الفي اللي احنا مستنتجين منه القانون ده. الجذر التربيعي اتنين في 1.6 في 10 اس سالب 3 سالب 16 سالب 19 في ال V 20 كيلو فولت اللي هي 2 في 10 أس 4 على الام الكترون 9.1 في 10 أس سالب 3.1 هيطلع معاك الرقم ده 8.4 في 10 أس 7 أو زي ما هو عاملها 83.9 في 10 أس 6. آخر حاجة كمية حركته تساوي كمية حركته ممكن نجيبها من اللمضة ال بي ال بتساوي ال اتش على اللمضة
او ممكن نجيبها من هنا بتساوي الام الكترون في الفي، اي واحده فيهم هتديك نفس الحاجه. فاحنا هنا جبنا الفي على طول نضربها في الام، في 9.1 في 10 اس سالب 3.1 هيطلع معاك 67% في 10 اس سالب 23. آخر سؤال معانا، جسمين A و B لهما نفس الشحنة نفس الكيو، يتم تعجيلهما تحت فرق جهد V نفس ال V، لا ال V متختلف، تحت فرق جهد V، والشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين الطول الموجي لامدا المصاحب لحركة الجسمين ومقلوب الجذر التربيعي لجهد التعجيل، فتكون العلاقة بين كتلتي الجسمين هي، ركز معايا نفس القانون اللي احنا لسه كاتبينه، بس هنا ال E هتبقى ال Q لأن هنا بيقول لك لهم نفس الشحنة، معرفش الشحنة دي بتاعت ايه، وبالتالي لامدا بتساوي ال H على 2 ال M في ال Q في ال V، ده كله تحت الجذر. طيب هو هنا بيقول لك جسمين A و B لهم نفس الشحنة ال Q متساوية، يتم تعجيلهما تحت فرق جهد V، عندك ال V مختلف، المهم وال H ال H فهيطلع معاك ان اللمدة بيتناسب مع، او ممكن نخليها معادلة احسن، اللمدة بتساوي H على جذر 2 ام كيو في 1 على جذر ال V. لما بترسم العلاقة ما بين ده وده كله بتطلع خط مستقيم زي ما هو عامل كده، الميل بتاعك هيساوي اللمدة على جذر على 1 على جذر على 1 على جذر ال V. لمدة على 1 على جذر ال V هيديك ايه؟ هيديك H على الجذر 2 ام كيو. طالما ان الكيو متساويه وده متساوي او ده ثابت يعني والاثنين ثابته، فانت هتلاقي هنا في علاقه عكسيه ما بين الميل وجذر الام، وبالتالي الميل بيتناسب عكسيا مع جذر الام، او ان الام بيتناسب عكسيا مع الميل تربيع بس. وبالتالي هنا من العلاقه دي ميل البي اكبر من ميل الايه، وبالتالي الام بتاعت البي اقل من الام بتاعت الايه، وبالتالي الام بي اقل من الام اي اللي هي الف. بس كده، كمل ان شاء الله في الفيديو الجاي، بالتوفيق، سلام عليكم.